على الأسماء والصفات. كل ما أثبت الله لنفسه، الله من أسمائه الله. نعم. الله والرحمن والرحيم. ومن صفاته أن الله سبحانه وتعالى يرزق الخلق. ومن صفاته الله يرزق الخلق. يرزق العباد. يرزق العباد. ترجم. الرزق إنزال المطر. يرزق العباد. نعم. يرزق العباد. الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه سبحانه وتعالى ينزل المطر، ينزل الغيث. يحيي الأموات الناس بعد الموت. هذه الصفات لله، نثبت كل الأسماء لله ونثبت كل الصفات لله سبحانه وتعالى. لكن أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى ليست كصفات الخلق. لأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، إذا لابد أن يكون له صفات علا، صفات كاملة لا تماثل صفات الخلق. نعم. الله كسبه يبدو بحاسة 다른 분들 그리고 네, 그 어떤 그 알라를 힙어서 내려 힙어서 내려 نعم نعم. إذن الله سبحانه وتعالى يفرد بأسماء تليق به سبحانه وتعالى لا تماثل أسماء الخلق، وله صفات كاملة ليست كصفات الخلق، لأن صفات المخلوقين لا بد يكون فيها نقص ولا بد يكون فيها عيب. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء والصفات التي لا تماثل صفات الخلق كاملة. نعم. نعم. إذن أخذنا في هذا الدرس التوحيد الإفراد. أن الله ليس له مشارك. لا يشارك أحد في أنواع التوحيد الثلاثة. وأقولنا أن أنواع التوحيد ثلاثة. توحيد الربوبية. توحيد الربوبية. وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. والله أعلم.